أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة التي أراجع فيها كتاب أصوات مراكش للمؤلف الإنجليزي إلياس كانيتي. هذا الكتاب يندرج ضمن أدب الرحلات، فيه نتعرف على مراكش في أواسط الأربعينيات من القرن الماضي. أصوات مراكش ألفه صاحبه أثناء رحلة له إلى مراكش، حيث يعرفنا على أسواق مراكش، على ظروفها الاقتصادية، وعلى قصص من الحياة اليومية أثناء استقراره بهذه المدينة. جاء الكاتب الإنجليزي إلياس كانيتي برفقة مجموعة من السينمائيين الأمريكيين الذين يعتزمون تنفيذ عمل سينمائي أنذاك بهذه المدينة. كونه لا ينتمي إلى نفس الفريق سمح له بالتسكع في المدينة في أجوائها اليومية والعادية، وأن يتعرف على شخوصها. أول مكان زاره الكاتب هو سوق الخميس، أو ما يسمى اليوم باب الخميس. باب الخميس كان آنذاك عبارة عن سوق لبيع وشراء البهائم والدواب والجمال، وأثاره أن رأى جملا وجلس يتفرج عليه. يحيط بهذا الجمل مجموعة من الناس أو الأشخاص الذين يتفاوضون على ثمن بيعه. في لحظة معينة سينهضون ويتفحصون الجمل ويحاولون إجلاسه. العقوبة التي أنزلوها على الجمل لكي يحملوه على الجلوس جعلت الكاتب يتضامن مع هذا الجمل ويشعر بالأسف تجاهه. بعد ذلك سيكتشف شخصا مغربيا يرافقه إلى منزله. أراد الكاتب أن يتفحص سطح المنزل، لكن المغربي منعه، إذ أن هذا العمل يعد سلوكا غير شريف، إذ أن الشخص الموقر والمحترم آنذاك لا يسمح بنفسه أن يقوم بالإطلال من سطح المنزل. فربات البيوت والأمهات المغربيات المحترمات لا تسمح لهن القواعد وقواعد الحشمة العامة بالإطلال من أسطح المنازل. سجل الكاتب هذه القاعدة. بعد ذلك سيتعرف على شاب يهودي من حي الملاح. هذا الشاب حينما عرف بأنه بصحبة أمريكيين سيرغب في أن يكتب له رسالة إلى القاعدة الأمريكية بمنطقة بنغريل، لكن الكاتب سيعتذر له وسيقول له بأنه مجرد إنجليزي مرافق للأمريكيين. رغم ذلك سيلح هذا الشاب اليهودي. ما استنتجناه من هذه الواقعة هو أن الكثير من الشباب المغاربة في الأوساط اليهودية كانوا يعيشون نوعا من البطالة ولا يجدون عملا. هذا الكتاب كذلك يطلعنا على أحوال اليهود في حي الملاح. بعضهم يعمل بالتجارة، وبعضهم الآخر يعمل كحرفي، والبعض الآخر يعيش في بطالة. سيلتقي هذا الكاتب بأسرة يهودية قد تزوج أحد أفرادها بفتاة استقدمها من حي يهودي من مدينة إنزغان. من خلال هذا الكتاب سنتعرف كذلك على لحظة من تاريخ جامع نفلا. في الأربعينيات كانت هذه الساحة عبارة عن محطة وعبارة عن سوق كذلك، يقصدها المغاربة والقرويون من جميع الجهات، وبعضهم يبيت في ساحاتها في العراء خصوصا إن كان الطقس صيفا. في حانة وسط هذه الساحة يديرها زوج فرنسي، يتعرف الكاتب على مجموعة من الشخوص من مغاربة وفرنسيين تجمع بينهم علاقات غرامية، من بينهم ابن الباشا القلاوي. لمن لا يعرف القلاوي أو تهامي القلاوي، كان باشا أو الأمير المصغر للجنوب المغربي. من خلال هذا الكتاب كذلك سنتعرف على ظاهرة مخزية، بطلها فرنسي يدير مقهى مقابل جامع الكتبية بجوار ساحة جامع نفلا. هذا الفرنسي يفتخر أمام الأمريكيين والإنجليزي بعلاقاته الجنسية مع القاصرات المغربيات. في الأوساط الفرنسية عرفت الفتيات القاصرات المغربيات اللواتي يتم استغلالهن جنسيا بفاطمة، وهن مجموعة من الفتيات القاصرات التي تدفعهن ظروفهن الاجتماعية لامتهان الدعارة. الكاتب اشمأز من هذا الفرنسي واشمأز من هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية. طبعا هذه الأحداث وغيرها تضعنا أمام
المجتمع المغربي أنذاك وأمام الكيفية التي يتصرف بها الأشخاص والطريقة التي ينظر بها الفرنسيون إلى المغاربة في مدينة مراكش. نتعرف على متسول المغربي مكفوف يقوم بفحص العملات النقدية التي تعطى له من خلال وضعها في فمه وتحسسها بلسانه لكي يعرف قيمتها. كذلك في الكتاب نتعرف على الطريقة التي يتعامل بها التجار المغاربة في المدينة القديمة لمراكش وكيف يقومون بالاحتيال على السياح والطرق التي ينهجونها للغش في السلع التي يبيعونها أو في الأسعار التي يبيعون بها، وبالتالي يضطر السائح آنذاك إلى مساومتهم أو إلى تجنب حيلهم. أصدقائي المشاهدين، لا تزال بعض هذه الممارسات مترسبة وموجودة إلى اليوم في مراكش، يمكنكم أن تكتشفوها إن كنتم تنتمون إلى المدينة أو قمتم بزيارتها. هذا الكتاب مهم وأنصح به المراكشيون والمغاربة ليكتشفوا لحظة من تطور تاريخهم أو اللحظة التي كانت فيها مراكش قابعة تحت الحماية الفرنسية. دامت لكم متعة القراءة، لا تنسوا التعليقات أسفل الفيديو، لا تنسوا أن تقوموا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم أو إرساله إلى أصدقائكم المراكشيون. أصدقائي المشاهدين، إلى اللقاء.